حبيبي بس حبيبي نضحي فيك اهلا وسهلا بدنا نتعرف على هالفنان اللي ورا العود ما شاء الله عليك اهلا وسهلا عبد اللطيف علاوني يعني انت ما شاء الله عليك عم تدرس موسيقى ومتخصص بآلة العود والكمان مزبوط. وسنه اولى يعني سنه اولى عم تأدي بهذا الحجم الرائع يعني الحمد لله هذا فضل من الله اول شيء وبدايه صباح الخير عليك وصباح الخير على المشاهدين وصباح الخير على الوطن وقائد الوطن اهلا وسهلا وبشكر التلفزيون الأردني وبشكرك أنت إبراهيم وشكراً شكرك على حضورك بالعكس لأن التلفزيون يعني دائماً كان وما زال من أكبر الداعمين والمهتمين بالشباب في الأردن نعم شكراً هسا بالنسبة لبدايتي في الموسيقى والله الموضوع يعني بلش معي من صغر خلينا نحكي من عمر 14-15 سنة يعني مو بس لما صرت طالب على مقاعد لا لا أنت من قبل من قبل تمام أوكي 14 سنة تقريبا 14-15 كنت دائما بحب يعني اسمع الاغاني اللي بتعزف فيها آلة العود او خلينا نحكي اللي بيكون فيها صوت العود ظاهر ايوه فصار عندي فضول اعرف كيف الآلة بتشتغل كيف ممكن الواحد يتعلم عليها وبالفعل جبت العود وتوجهت الى احد المراكز الخصوصيه في اربد وتعلمت عندهم اساسيات العزف وبعدين كملت لحالي مشاهده فيديوهات قراءه بعض الكتب يعني لحد ما وصلت الحمد لله لمستوى لا باس فيه اي ما شاء الله وبعديها طبعا توجهت لدراسة بعد هيك اتجهت لدراسة الموسيقى في جامعة اليرموك هاي النقطة أنا بدي أوقف عندها لو سمحت اتجهت إلى دراسة الموسيقى في جامعة اليرموك في ناس بقول لك أنا بتعلم موسيقى بس أنا دراستي بدي أروح أتخصص لي شغلة تانية يعني بيخافوا يدخلوا في المواضيع الفنية أو بتحفظوا لسبب ما أنت لا أنا بحب العود وراح أدرس عود بالضبط. أهلك شو كان رأيهم بالموضوع؟ والله هون أنا بدي أحكي لك شغلة تفضل غريب شوي يعني في البداية أنا درست في جامعة العلوم والتكنولوجيا لمدة 3 سنين درست تخصص هندسة وأمن شبكات الحاسوب والله لكن من شدة تعلقي وحبي للموسيقى وآلة العود قررت أأجل دراسة الهندسة وطبعا اكيد يعني بهاي الشغله صار في اعتراض جدا أكيد. طبعا اكيد هسه في اشتباك صار لكن الحمد لله مشيت الامور وقدرت اني اسجل والحمد لله يعني اللي قدام ان شاء الله الله يجيب اللي فيه الخير نعم يمكن هاي كمان رساله للاهل بانه خلص لما يشوفوا الابن عنده شغف معين بالضبط اختصروه خلوه يروح بطريقه حلو انه انت عارف شو بدك طبعا. وهذا الشيء تحترم عليه لانه كثير من الشباب بيكون مو قادر ياخذ قرار صح فانك اخذت هيك قرار وانك ماشي فيه كونك انت بتحب الشيء فاكيد مبدع بالزبط. وانت الان اثبت لنا انك مبدع احنا حابين كمان نسمع شغله ايش تسمعنا تمكن ما شاء الله عبد اللطيف عن جد ما شاء الله وإحساسك حلو كمان تسلمي تسلمي تفضل
متحزر أنا عم تحزر. شو المقطوعة؟ تركية يونانية هي إسبانية. مقطوعة تسمى لونغا يورغا، واللونغا هو قالب موسيقي طبعا تركي الأصل، قالب زي ما توقعت بيظهر مهارات العازف، قدرة العازف على الأداء، ما شاء الله يعني سريع بالسرعة. هو سريع قالب جداً. يعني من خصائصه أنه يتميز بالسرعة وكثرة التنقلات والحركات السريعة يعني. صح. مين بتحب من عازفي العود يعني بالعالم عبد اللطيف؟ أكيد أنت مطلع لأنك أكيد. واضح أنك بتحب آلة العود، واضح أنك مغروم بآلة العود. بالضبط ميمي. والله مين بتحب من فنانين العود؟ والله إحنا عندنا بالأردن هون اثنين عازفين عود يعني يعتبروا من أكبر العازفين على مستوى العالم، اللي هم الأستاذ طارق الجندي طبعاً. والأستاذ أحمد الخطيب طبعاً. الأستاذ أحمد الخطيب خريج جامعة اليرموك قسم الموسيقى طبعاً. يعني أكيد الواحد بيطمح إنه يعني يوصل المواصلة اللي وصلوها الأستاذ طارق الأستاذ أحمد الخطيب إن شاء الله يا رب. أكيد مبين عليك رح توصل لهم. يعني بنحكي عن مشاركاتك كمان، قد إيه عم بتشارك بفعاليات بمهرجانات، وجودك مهم مع إنه أنت صغير بالعمر بس أنت داخل من بقوة أوسع الأبواب. والله بالنسبة للمشاركات والفعاليات، وقت ما كنت أدرس في جامعة العلوم أنا كنت واحد يعني من أعضاء الفرقة في الجامعة وشاركت تكنولوجيا لما كنت تدرس هندسة. أيوة بالضبط. كنت يعني بالفرقة الناس بتهندس وأنت بتعزف. بالضبط بهندس على العود هو يعني. وقتها شاركت بمعظم المناسبات الوطنية والرسمية داخل وخارج الجامعة، وآخر مشاركاتي كانت في احتفالات المملكة بزفاف ولي العهد سمو الأمير حسين، وكانت مشاركتي هون طبعا في التلفزيون الأردني مع فرقة كلية الفنون جامعة اليرموك، وهون طبعا اسمحوا لي أنت كنت مع الكورال اللي كان في عرس جميل. وهون أنا بقدم شكري للأستاذ الدكتور إسلام مساد رئيس جامعة اليرموك والأستاذ الدكتور علي ربيعات عميد كلية الفنون الجميلة على دعمهم لطلاب الكلية وبإتاحة الفرص للطلاب إنهم يشاركوا بالنشاطات الفنية داخل الجامعة وخارجها. حلو. وطبعاً هذا الإشي بينعكس على الطلاب بإنه بيطور عندهم مهاراتهم وبسقل موهبتهم وبيقدمهم لسوق العمل قبل التخرج. صحيح. بأفضل شكل ممكن. وين شايف حالك يعني كعازف عود؟ كيف تتمنى تشوف حالك في المستقبل يا عبد اللطيف؟ والله هسه أي إنسان يعني طبعاً عنده طموح وعنده أهداف حاب يوصلها. طبعاً طموح يكون إلي اسم وبصمة في مجال الموسيقى على مستوى الأردن وعلى مستوى الوطن العربي وعالمياً إذا الله قدرنا يعني. نتمنى. تطلع تألف صح؟ لابد أكيد. بس طبعاً هذا الإشي بتطلب مني جهد مسؤولية ودراسة وتدريب. أكيد. وان شاء الله يعني انه بنوصل ان شاء الله رح تكون اكيد الهمة العالية. والله انا اتوقع انه إن شاء الله يكون لك اسم كثير مهم. يعني انت عم تعزف حب العود موجود. يعني بحاول اني احسنه عن قريب ان شاء الله. طيب نقدر نسمعني صوت وعود مع بعض ان شاء الله باللقاءات الجايه لسه بندرب النوتات. طيب ايش بدك تسمعنا احنا هلا؟ بدك تاخذنا على اي عالم؟ طبعا هي حيكون ختامنا معك. شكرا جزيلا عبد اللطيف. شكرا لكم يعني نورتنا. حن 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 كم يعني حننهي فقرتنا معك بمعزوفه لك.